صباح الخير محفوظ على الطلبة، إن شاء الله تكون بخير وصحة وسلامة، وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله تكون حياتكم كلها أفراح. إن شاء الله نبلش اليوم مختبرنا الخامس، بس حاب أتأكد إذا الصوت واضح للجميع والصورة أيضا واضحة. نعم دكتور، واضح. تمام، أشتغل. اليوم إن شاء الله مختبرنا الخامس راح يتكلم على الهيموستاسيس. الهيموستاسيس اللي علاقة بالكلوتينج واللي علاقة بالبلاد كلوت. كنبذة مختصرة بسيطة للبداية، نعطي ديفينيشن للهيموستاسيس اللي هو يتكون من جزئين رئيسية اللي هو الهيم أو ما يسمى بالبلاد، والستاسيس هو تستوب اللي هي دائما راح تكون the process of forming a clot in the wall of damaged blood vessels and preventing blood loss. دائما من يصير عندنا damage لل blood vessels نتيجة injury، نتيجة whatever of accident، راح يصير عندنا loss of blood. فلذلك اكو فد mechanism معينة تفيدنا في عملية الحفاظ على كمية ال blood وتمنع انه يصير be losing out of the body. لذلك هو maintaining blood from the losing، وبنفس الوقت هو maintain blood of fluid state within the vascular system، يعني يمنع انه يخرج عن طريق التخثر، وبنفس الوقت انه يحافظ عليه بصيغته السائلة داخل جسم الانسان، ويمنع انه تخثر تحت او داخل جسم الانسان. فاذا هي وظيفتين، الوظيفة الاولى يمنع انه التخثر داخل جسم الانسان، والاخرى انه يمنع الفقدان من جسم الانسان عن طريق تحفيز التخثر. لذلك اي خلل راح يصير ديفكت بالهيموستاسيس بشكل عام، هذه البروسيس ممكن راح ياثر لك على لوز اوف بلاد نتيجه البليدنج، الهيموريج راح يصير صعوبه بالكلوتينج، اور انه ممكن يصير عندي داخل جسم الانسان راح يصير كلوتينج اور ثرومبوسيس، يعني مثل التجلط داخل جسم الانسان. فضروري انه يكون هيموستاسيس لازم يكون without any defect. شنو اللي دا يصير عندنا حاليا؟ طبعا يقسم الهيموستاسيس الى عده اقسام، مو كلها توصل لنا للمرحله النهائيه، ممكن نحتاج تو ستيج، ممكن نحتاج الى الستيج الاربعه. الستيج الاربعه هذه اللي هي اول شيء انه راح يكون فازيكولار كونستراكشن، بعدين وراها راح يصير عندك فورميشن اوف بليتلت بلوك. هنا تحفظ لي انه هذه العمليات البسيطه هسه راح نشوفها، العمليات البسيطه نحتاج فقط هذه الخطوتين، يعني اذا انجرح فد شيء بسيط على خلينا نقول على الجلد وصار عندك فد مو نقول نزف يعني فد قطرة طلعت من البلاد، شلون ممكن تتوقف بسرعة؟ تتوقف عن طريق الفازيكولار كونستراكشن والفورميشن اوف بليتلت بلاد. إذا كان الجرح أعمق وكان كبير راح تتفعل عندي فورميشن اوف كلوتينج بلاد كلوت اللي هي عمليات معقدة لتكوين الخثرة، وبنفس الوقت راح يشتغل وياها الفايبرونلايسيس على مود هسه راح نشوفها شلون يحجم هذه الخثرة وما يخليها تنتشر لكل الجسم. فاذا مو كل نحتاج ان هذه الستيجز، ممكن انه راح يصير بالبدايه اذا كان بسيط فقط اول اثنين، واذا كان عندي قوي راح يصير الاربعه كلهم. ناتي الان على وحده وحده الشرح البسيط مالتها. الفازيكولار كونستراكشن من اسمه راح يصير عندك كونستراكت بالبلاد فازلز نفسها اللي يصير بها دامج، يعني مو كل البلاد فازلز، فقط اللي يصير بها دامج راح يصير فازو كونستراكشن على مود يقلل قدر الامكان عمليه الانجري الموجوده او فتحه اللي صارت عندنا الخارجيه نتيجه انه ينفقد من عندها البلاد. فالكونستراكشن يفيدني، وايضا خلالها راح يصير عندك الفورميشن اوف بليتلت بلاك. مثل ما قلنا هذا البليتلت بلاك اذا كان عباره عن الدامج يكون خفيف او صغير، هذا احنا نسميها البرايمري هيموستاسيس. البرايمري هيموستاسيس اللي هو اول شيء راح تكون اذا سدت وصار عندي كلوت
وانغلق عندي المكان وما فقدت بلد اكثر، خلص لهنا انا راح تنتهي عمليه الهيموستاسيس. فهي عمليه فقط انه بليتليت راح يصير بها ادهيرنس وين على الدامج اندوثيليوم، وبالتالي راح يسوي لي بليتليت بلاك. لكن قلنا انه اذا كان عندنا الجرح راح يكون اعمق وكبير، فانا احتاج الى خثره تكون اكبر حجمها من البليتليت، لان البليتليت راح تكون صغيره يحتاج اكبر، فراح تبدا عمليه البلاد كوجوليشن اللي هو راح يحول لك الفايبرينوجين الى فايبرين، بالاضافه الى وجود البليتليت، فراح تكون لك السكندري هيموستاسيس. اذا من نرجع لهذا الجدول، شنو عندنا هسه البرايمري ومنو عندنا السكندري؟ يقدر احد يقول لي اياها؟ دكتور، الفاسكولار كونستركشن والفورميشن اوف بليتليت بلاك هاي برايمري، تمام، واربع سنين يعني بالتسلسل سكندري. تمام، اهم شيء لكم تعرفون انه اول اثنين راح يصير برايمري، اما السكندري مو اخر اثنين، كلهن يلا يصيرون سكندري. تمام، عشان نجي على الخطوه الثانيه اللي هو الستيج اوف برايمري هيموستاسيس، اللي هو قلنا الخطوه البسيطه. شنو اللي راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا ثلاث حالات، اللي هو البليتليت بلوك. اول شيء راح يصير عندي بليتليت ادهيجن، بليتليت اكتيفيشن، واخر شيء راح يصير عندي بليتليت اجريجيشن. البليتليت ادهيجن من دا يصير عندي كات، سمول كات مثل ما تشوفون هنا، فالجرح بسيط جدا بسيط، صار عندي دامج بالاندوثيليوم، فرز لي مواد مثل كولاجين فايبر ويا الدامج اندوثيليوم، فلاح يحفز لي انه البليتليت راح تتجمع، ادهيجن راح يصير عندي هنا على مكان الجرح البسيط. بعد ما صار عندي الادهيجن راح تبدي ليبريتد بعض الميدياترز مثل اي دي بي، وعندك سيروتونين والثرومبوكسان اي 2، البليتليت هاي طبعا راح تفرزها، وراح يصير عندي فد كيميكال رياكشنز، ريليز كيميكال رياكشنز تحفز بقيه البليتليت انه وين الدائره المداري الموجود انه تجي وتلتصق هنا، فراح يصير عندي المرحله الاخيره البليتليت اجريجيشن. اذا هذا البليتليت اجريجيشن كان كافي بحيث باع هنا غلق لي الكات الموجود كان بها وكلش تمام وخلص عندي الوضعيه، هذا في حاله اذا كان عندي سمول انسجن. اما اذا كان عندي الانسجن راح يكون اكبر حجما، فهذا البلاك ما راح يكفي النهايه. ليش؟ لانه جدا صغير وممكن انه يتفلش بسرعه، فراح تبدي عمليه سكندري هيموستاسيس. السكندري هيموستاسيس هو طبعا كاسكيد اوف رياكشنز متعدد، عندك هوايه انزيمز تتحول من اكتف الى تتحول الى اكتف، وسلسله ما تنتهي لي بالفايبرينوجين راح يتحول الى الفايبرين ويكونني الكلوت. فاذا الكاسكيد اوف رياكشنز او ما تسمى بالسكندري هيموستاسيس اللي هو دائما الانزيمات تتحول من ان اكتف الى اكتف فورم، المان توصل عندي مرحله قلنا انه الفايبرينوجين يتحول الى فايبرين. تو باث واي موجود ينطيني هذا الشيء بالنهايه. اول شيء اللي هو الانترنسك فاكتور اللي هو هذا الباثوي، والاكسترنسك باثوي. المهم اللي عندي اني يتاكتف عندي وات الفاكتور 10، الفاكتور 10 اذا صار عندي اكتف راح تبدي هاي عمليه السلسله، اما اذا ما تاكتف وبقى هذا ان اكتف فهاي عملية الكلوتينج راح تبقى ما تصير عندي. شلون اللي يصير عندي؟ اللي يصير عندي الانترنسك فاكتور مثل عندي الكولاجين موجود داخل البلد فيسلز بالمساعدة بالوات بالفاكتور 12 و11 و9 و8. ذن الاربع فاكتورات بوجود الكولاجين عن طريق الانترنسك فاكتور راح يكون لي اكتف فورم للتين. الباثوي الاخر اللي هو الاكسترنسك باثوي اللي هو ينفرز من الدامج تشو اللي هو التشو الثرومبوبلاستين،
بوجود الفاكتور نمبر 7 راح ياكتف لي النمبر 10. هسه خلينا نقول هنا أنا تاكتف عندي الفاكتور 10، شنو اللي راح يسوي لنا اياه؟ بوجود الفاكتور 5 راح يحول لي البروثرومبين الى ترومبين، الفاكتور 2 الى فاكتور 3، راح يحول لي البروثرومبين الى الثرومبين. الخطوه النهائيه هذا الثرومبين راح يكون فد وسيط يحول لي الفايبرينوجين الى فايبرين. هذا الفايبرين راح يكون مثل الثريد، راح تلتم به البليتليت، راح يلتم به الار بي سي، راح يلتم به كل الاماكن، فيكون مثل المش شلون الشبكه، وتحول لي اياها الى كلوته وتغلق لي الجرح اذا كان عميق وكبير. فاذا هذا الكلوتينج ميكانيزم للتو باث واي، للانترنسك والاكسترنسك باث واي. زين، هسه واحد يسال يقول انه هاي العمليه صارت عندي وصار عندي انه الفايبرينوجين الى فايبرين. زين، انا شلون اقدر انه احجم هذا الفايبرين واخليه بمكان واحد ما راح ينتشر؟ لان مثل ما نعرف هنا انا من يصير عندي الانترنسك والاكسترنسك يحول لي الفاكتورات اللي موجوده بكل البلاط، يعني دي اكتف لي كل البلاط. شلون اقدر انه اخلي فقط بهذا المكان وما يروح بمكان ثاني، او ما يكبر، او ما يغلق لي الشريان او الوريد او وات ايفر اللي صار بهذا الانسجن؟ راح يصير عن طريق الفايبرونلايتيك فيس. طبعا هذا الفايبرونلايتيك فيس اللي هي السيستم اللي هو ما يسمح للفايبرين كلوت تو جرو اند بلوك ذا فازلز. هذا اهم شيء على مود لا يصير عندي وات ثرومبوسز، اذا سامعين بها التخثر اللي يصير بالقدم او باي مكان اللي هو ثرومبوسز، اللي هو راح يصير كلوته داخليه وليس على الجرح، اللي هي ممكن انه تصعد للرئه وتوقف للرئه وبالتالي يسبب لي ممكن الديث. لذلك احتاج الى سيستم يسوي لي ديسوليوشن للكلوت، او كانما يعني الزوائد مال الكلوت يحاول يمسحها او يسوي لها ديزولف على مود يبقي لي الكلوت فقط بهذا المكان وما يروح بالمكان الاخر. فلذلك هو راح يسوي ديزولف للفايبرين فايبر. شنو اللي يصير عندي؟ طبعا هو الطريق انزيم راح يصير فورميشن عن طريق البريكورسر مالته اللي هو البلازمينوجين، راح يحوله الى بلازمين. هذا البلازمين هو المسؤول على الديزولفينج اور فايبرين. هسه ان شاء الله يكون واضح بالنسبه لكم انه مثل ما موجود عندنا، قلنا من تتاكتف عندنا الكاسكيد اوف كوغوليشن، راسا عندي راح يتاكتف هذا بنفس الوقت اللي هو البلازمينوجين، راح يتحول الى بلازمين على مود شنو يوازن عمليه الكلوتينج وما يخليها اوفر كلوت. الهيموستاسيس بشكل عام تعتمد على عده عوامل على مود انه نحافظ عليها. اول عامل ممكن انه الفازل وول انتجريتي، قلنا انه دائما يصير بها كونستراكشن، فلذلك اذا انتجريتي مالتها انه صعبه او صار بها اثيروسكلوروسيس، ماكو فد كونستراكشن بهذا المكان، ممكن راح ياثر لك على جوده الفايبرين الموجود. النمبر اوف بليت بليتليت، الادكويت نمبر اوف بليتليت، كل ما يكون النمبر مالتها طبيعي، كل ما يكون عند كلوتا افضل، كل ما يكون عددها قليل ممكن ما تسبب لي تكوين الكلوتا بشكل صحيح. بروبير فانكشن بليتليت، الفانكشن مالتها لازم عندها كيميكال رياكشن، قلنا ليش؟ على مود تجذب بقيه البليتليت. اذا ما عندها فانكشنز، بدون فانكشنز فما راح نستفاد منها نهائيا ويبقى عندي البليدنج. لازم عندي adequate levels of clotting factors. شفنا انه الكاسكيد اوف clotting يعتمد على فاكتورات، وقلنا الفاكتورات واحد مرتبط بالاخر، فواحد واحد لازم يصير عنده شنو activate. فاذا صار عندي خلل بهن او العدد مالتهن كان اقل من الطبيعي الليفل مالتها، فبالتالي راح يصير عندي فد defect بالهيموستاسيس. ممكن يصير عندي proper function of fibrinolytic pathway، وهذا جدا خطر. اذا صار عندي اي مشكله بالفايبرونلايتيك اللي هو تكوين البلازمي، معناه صار عندي شيء خطر جدا ويصير عندي ثرومبوسيس داخلي.
So what causes bleeding disorder? شنو اللي راح يسبب لي هسه حاليا disorder؟ إذا صار عندي defect بالفازل نفسها مثل ما قلنا ما صار عندي construction صار عندي defect بالbleeding. Platelet disorder, whatever of platelet disorder ممكن راح يأثر لي أيضا على bleeding. والفاكتور ديفيشنسي اذا صار عندي فقدان باحدى الفاكتورات ممكن انه السلسله ما تكون كامله عندي وممكن يصير عندي فد ديفكت بالهيموستاسيس. بعض المختبرات بعض الاطباء او في جميع المستشفيات دائما قبل العمليه يطلب من عندك ما يسمى بالبليدنج تيست او الهيموستاتيك فانكشن تيست، دائما هاي مطلوبه. طبعا مو كلهن، ممكن واحد او اثنين، اللي هو اهم شيء البليدنج تايم والكلوتنج تايم. ولكن في بعض الاحيان ممكن ياخذون البروثرومبين تايم، بارشال بروثرومبين تايم والثرومبين تايم. ممكن انتم ما تلقوها بهذا الشكل، ممكن تلقوها بالمختصرات فتحفظوها هو او المختصرات مالتها يكون افضل. مثلا بليدنج تايم مثلا يسحوا له البي تي والسي تي بالنسبه للكلوتنج تايم، البروثرومبين تايم يسحوا له بي تي والبارشال بروثرومبين تايم يسحوا له بي بي تي والتي تي اللي هو الثرومبين تايم. راح تشوفوهن هذا بالتشارت مال خلينا نقول انه التحليل، راح تشوفون هذه التسميات موجوده وكل وحده لها ريفرنس نمبر ويشوفها الاخصائي قبل ما يخلي الشخص للعمليات. حتى لو كانت عمليه بسيطه مثلا خلينا نقول قلع اسنان، لازم انه البليدنج تايم كلوتنج تايم يكون موجود على مود ليصير عندي اي نزف واتجنب هذه المخاطره. فاذا ذني التيستات جدا مهمه مثل ما قلنا، حتى لو سمبل تيست البليدنج والكلوتنج تايم ضروريه مهمه جدا على مود تمنع ال وات ايفر كومبليكيشن اللي ممكن يصير عندي. البليدنج تايم او ما تسمى بالبي تي هو time interval between the skin puncture and spontaneous unassisted without pressure stoppage of bleeding. يعني إذا صار عندي الشق، هذا الشق وطلع عندي من عنده blood whatever مكان مالته، إيش قد يحتاج وقت إلما يتوقف بدون ما أني أضغطه بالإصبع الثاني أو بمكان اللي هو صار من عند الشق. هذا ما يسمى بالbleeding time، انه جد يحتاج وقت على مود يتوقف من كيفه، فهذا البليدنج تايم. شنو اللي يفيدني؟ هذا يفيدني طبعا البليدنج تايم ممكن انه يفيدني في عمليه البليتليت فانكشن. ليش قلنا انه اذا سوينا شق بسيط البليتليت هي اللي راح تكون مؤثره عندي، فاذا صار عندي تاخير بها معناه البليتليت ما اشتغلت عندي مضبوط، فيقيس لي البليتليت فانكشن. مش قد الرفرنس ماته؟ طبعا راح يكون الرفرنس ماته من 1 الى 5 مينت، 4 3 مينت 2 مينت اعتبره ضمن الطبيعي، من يوصل 6 5 ونص 10 لا هذا عندي مشكله بالبليتليت. شي يفيدني بالميديكال ابلكيشنز البليدنج تايم؟ إذا صار عندي prolongation of bleeding time صار عندي وقت أطول من اللازم، ممكن يصير عندي defect بالblood vessels، ممكن ما يصير عندي vessel construction فبالتالي يصير عندي defect بيها. Decrease number بالplatelet، يعني سنشوف إحنا دا نتكلم بالprimary hemostasis وليس secondary hemostasis. يعني أول اثنين إذا تذكروهن إحنا دا نتكلم بيها اللي هو vessel construction ممكن يصير بيها defect او بالبليتليت نفسها، اما يكون النمبر مالتها مثل ثرومبوسايتوبينيا الا بالنمبر اوف بليتليت او يصير عندها ديفكت بالفانكشنز مالتها نفسها اللي هي ممكن تصير نتيجه دراجز، نتيجه اسبرين مثلا، استرويد انفلاميتوري دراجز، انتي كوغولنت دراجز، سلفونامايد، دايوريتكس، وات ايفر دراجز ممكن ايضا تاثر لك على البليتليت. ممكن نتيجة inherited disease مثل عندك الفان والبراند disease اللي هو يصير عندك خلل بالبليتليت نفسها. شنو اللي احتاجه؟ طبعا نسيت ابلغكم احنا ان شاء الله بالمختبر
رح نشتغل اول اثنين اللي هي دائما نحتاج بكثره اللي هو البليدنج تايم والكلوتنج تايم. اما البروثرومبين تايم باشر البروثرومبين تايم والثرومبين تايم هاي تحتاج الى يعني ادوات ولازم مختبر خاص، يعني مو سهل انه نخليه داخل المختبر، وايضا مو دائما نحتاجه، دائما يحتاجوه اذا كان اكو مشكله بالبليدنج والكلوتنج تايم. شيء بسيط التجربه مالتنا انه نحتاج فقط لانسيت ستوب ووتش سيركولار فلتر بيبر ونحتاج الى الكحول. شنو اللي احنا نعمله؟ راح نسوي فد باللانسيت فد بريك بالفينجر مالتنا، راح نطلع بلاد مالته بدون ما نعصر، هو بس اذا طلع بلاد كافي ما عندنا شيء خلاص. ورا ما سويت البريك راسا تسوي الستوب ووش، تبدي تسويها ستارت وتسوي اول طمغه، شلون الفينجر برينت مثل خلينا نقول بصمه مال الاصبع، بصمه الاصبع تخليها بال الفلتر بيبر. الفلتر بيبر شايفين انتم دائريه اوكي، تكون دائريه. ابدي مثلا احدى الاطراف اسوي فينجر برينت هنا، ورا 30 ثانيه اسوي هنا، ورا 30 ثانيه اسوي هنا، ورا 30 ثانيه، ورا 30 ثانيه، المهم اخذ دائره. شو وقت ما يتوقف عندي البلاد بحيث بعد ما يطلع عندي بصمه ما يطلع عندي بلاد، اتوقف واحسب عدد شنو الفينجر اللي صار عندي اوكي، يعني عدد البصمات. اذا انت بصمت بالتايم زيرو واحنا نفضله دائما، فمعناه اول بصمه شنو نعتبرها؟ هذا زيرو سكند. فاذا صار عندي زيرو سكند وطلع عندي مثلا خلينا نقول 9 بصمات، ايش قد تتوقع عندي البليدنج تايم؟ احد يقدر يقول لي؟ تسع بصمات صارت عندي نتيجه بالفلتر بيبر، ايش قد تتوقعون البليدنج تايم؟ اربع دقائق ونص؟ لا شيل النص قلنا. ليش؟ لانه الاولى هي زيرو. لا يعني فقط اربع دقائق. فقط اربع دقائق، هاي انتبهوا عليها دائما يغلطون بها الطلاب. انه اذا اول وحده ما اعتبرها 30 ثانيه، هاي اعتبرها الزيرو، اللي بعدها اعتبرها 30 ثانيه. فاذا صار عندي مثلا سبعه ما اقول 3 دقائق ونص، ايش قد اقول 3 دقائق. ليش؟ لانه صار عندي سبع بصمات، البصمه الاولى زيرو اهملها، يبقى عندي 6، 6 في 30 ثانيه راح يصير عندي 3 دقائق. تمام؟ ان شاء الله واضحه للجميع، فشيء سهل، تطبيقه جدا سهل داخل المختبر. فقط احتاج الى شق وابدي ابصم، والمات البصمات راح تكون بصوره دائريه حول الفلتر بيبر، وابدي شنو؟ ورا ما تختفي اخر بصمه بعد ما اشوف انه طلع عندي بلاد بيها، وها من تضغط لازم تضغط بكل رهاوه ايدك مو بقوه على مود ليصير عندي برجر وممكن تغلق قبل اوانه. تحسب الوقت مالتك، اول وحده قلنا زيرو، او انت بكيفك. اذا انت بلشت يعني ما سويت اول وحده، سويت اول وحده ورا 30 ثانيه، لا راح يصير صحيح من قال زميلكم انه 9 صار 4 ونص، ولكن اذا احنا سوينا الاول وحده صفر لا اعتبرها 4 دقائق وليس 4 ونص. هذا اتمنى يكون واضح، هذا الاول تجربه ان شاء الله واضح وما يكون سيء. طبعا بس احب انبهكم على راح يشوفون مثلا يقيسون للاطفال، الطفل ما يقدر انه يعني تتحكم به وتخليه مثلا باصبعه وتعال كل ساعه ابصم، وهذا يعني ما راح يدبرها قدر الامكان. فيسوون من نهايه خلينا نقول الجزء اللحمي من الاذن، الاذن هذه شايفين الجزء اللحمي مالتها النهائي، يسوون فد بريك بسيط ويبدون يطخون الفلتر بيبر على الاذن بكل سهوله، ويبدون يقيسون البليدنج تايم. اللي هو المجر effectiveness of the extrinsic pathway. ما نتدخل باموره انا ما حبيت ادخلكم به، لانه الشرح مالته جدا واسع، خلينا نركز فقط على اهم اثنين، وهذا بس اهم شيء اريدكم تعرفوه،
اللي هو البروثرومبين تايم يقيس لك فعاليه الاكسترنسك باث واي وليس الانترنسك. الاكسترنسك باث واي طبعا هذا القياس ما راح يكون على شكل ريشيو وليس وقت، فالريشيو ما راح يكون من 0.9 الى 1.2. البارشل ثرومبوبلاستين تايم او ما تسمى بالبي تي تي هذا ميجر افكتيفنس اوف ذا انترنسك باث واي اند كمان باث واي نفس التسميه هي. النورمال فاليو مالته راح يكون من 25 الى 35 سكند. الثرومبين تايم اللي هو التي تي هو التايم تو كلوت فورميشن افتر اديشن الثرومبين تو ذا سيتريتد بلاد، يعني هذا اختصر لكل خلينا نقول الفاكتورات فقط ضاف الثرومبين مباشره على بلاد. فلازم انا اتوقع انه من ضفت الثرومبين اللي هو الاكتف فورم اوف ذا البروثرومبين فمفروض انه راس حيتحول الفايبرينوجين الى فايبرين within second، فلازم اقل من 15 ثانيه هذا التجربه لازم تكون عندي اعتبرها نورمال. اكثر من عندها معناه اكو مشكله عندي، مدى يصير شنو مدى يتحول الفايبرينوجين الى فايبرين، اكو مشكله وين دا يصير مشكله بالفايبرينوجين. كلوتينج تايم التجربه الاخرى اللي راح نشتغلها ان شاء الله داخل المختبر اللي هو الكوغوليشن تايم. شنو هذا؟ هذا is the time interval between the entry of blood into the glass capillary tube or syringe and formation of fibrin threads. اللي هو التايم اللي نحتاجه الدم من يدخل الى الجلاس تيوب الكابيلاري تيوب او سرنجة او باي مكان and formation of fibrin threads. يعني هذا اعتمده خارج جسم الانسان وليس مثل ذاك داخل جسم الانسان. النورمال كلوتينج تايم راح يكون من 3 الى 6 منت، يعني ايش قد الوقت يحتاج البلاد على مود يتخثر خارج جسم الانسان، هذا انا اعتبره كلوتينج تايم. اذا صار عندي زياده بالتايم اوف كلوتينج ممكن انه هذا يكون سيفير ديفيشنسي اوف ذا اني اوف كوغوليشن بروتين اللي هو الكاسكيد اللي هو قلنا الفاكتورات الموجوده ممكن انه يصير بيها ديفيشنسي، فما دي يصير عندي هذا الكوغوليشن تايم. ممكن دي يصير عندي ويك فريبل كلوت مثل عندك الهايبو فايبرينوجينيميا مثل هذا مثل ما قلنا هنا، ممكن انه فايبرينوجين دي يصير عندي ضعيف فما دي يحول لي الفايبرينوجين الى فايبرين او ليس بكميه كبيره بحيث يحول لي الى فايبرين يسوي لي الشبكه الفايبرين. الطريقه اللي نستخدمها هو كابيلاري تيوب ميثود. شنو اللي نحتاجه؟ نحتاج الى سترال ديسبوزبل بريك لانسيت ستوب ووتش، نحتاج الى كوتون الكحول، ايضا نحتاج الى دراي كابيلاري تيوب نان هيبارينايز. اذا تتذكرون بالبي سي في من حضرتوا المختبر اعتقد يمكن كان لونه تذكروا لونه احمر التيوب، قلنا شنو البي كان بي هيبارينايز كريستال بحيث من سحبنا بلاد ظلينا تقريبا حدود الربع ساعة إلى نص ساعة وأكثر البلاد ما صار بيه كلوت. ليش؟ لأنه بيه هيبارينايز فبالتالي منع عندي الكلوتينج. ولكن بهاي التجربة ما راح نستخدم هذا التيوب الأحمر، راح نستخدم التيوب أوف وات اللون الآخر أنا أعتقد مشوفكم إياه اللي هو اللون الأزرق نفس اللون الأحمر ولكن اللون مالته أزرق. هذا شنو الفرق بيه؟ هذا ما يحتوي على هيبارين فهذا من يدخل بيه البلاد لازم بسرعه تسحب على مود وراها تبدي تحسب الوقت مال التجديد اللي موجود داخل الكلاس وتبدي عمليه البريك. العمليه نفس الاولى انه احتاج الى شق بالفينجر على مود اطلع البلاد. هنا البلاد اسوي له ممكن سكويز على مود اطلع كميه اكبر من الموجود. ورا ما اطلع كميه اسحب بالكابيلاري تيوب مثل ما تعلمنا ويفضل اكثر من النصف، تمام اكثر من النصف احتاجه، وابدي ورا كل دقيقتين العفو ورا دقيقتين ورا ما اني مليته ابدي عمليه اوف وات اوف بريك
ابدي اكسر ال... طبعا هي بسهوله تنكسر، فتلزمها بين الاصابع مالتك وتبدي اول شيء تكسر من المنتصف. من المنتصف من تكسرها توخرها يمين ويسار، راح تشوف مثل الخيط راح يصير يبقى انه متصل بين الجهتين. هذا معناه اكو فايبرين، اكو كلوتة صارت. اذا فصلتها ورأسا انفصلت بدون ما طلع عندك هذا الخيط، هذا بعد عندك بليدنج يحتاج الى وقت. انتظر ورا 30 ثانية ابدي اكسر الكسرة الثانية. ما صارت، كسرة ثالثة ورا 30 ثانية اخرى، كسرة رابعة ورا 30 ثانية اخرى. ما يصير عندي هذا الكلوت. من صار عندي كلوت اسجل عدد الكسرات وابدي احسب التايم. هنا التايم راح يختلف عندي بالنسبة للبليدنج تايم اللي قسناه قبل شوية. ليش؟ لانه احنا تاركين 2 minute، خليها ببالك. انا تارك 2 minute from zero، 2 minute انا تارك، والكسرة الاولى صارت ورا 2 minute. فاذا صارت عندي خلني نقول 5 كسرات بريك وصار عندي كلوت، شكد معنات التايم للكلوتينج تايم؟ شكد تتوقع ولا حيصير؟ دقيقتين ونص. انت هسه من قلت دقيقتين ونص صحيح، بس انت ايش نسيت؟ 4 دقائق ونص. بالضبط راح يصير 4 دقائق ونص، لانه هذا لازم هو من ضمن الحسبان. راح يجي ليش احنا تركنا 2؟ احنا قلنا انه النورمال مالته ايش قد تتذكروه؟ من 3 الى 6 منت. فاحنا ما نقدر يعني ما تفيدنا انه نبدي من اول دقائق، مو مثل ذاك ان احنا within second. فمن 3 الى 6 دقيقة، فاحنا تركنا دقيقتين وبلشنا من الدقيقتين وصاعد. فاذا 3 كسرات صارت مثلا 3 دقائق ونص، هذا جدا ممتاز، هو ضمن الرينج اللي هو من 3 الى 6. تمام، لا تنسون هذا الاثنين افتر 2 مينت، لا تنسوها، واي شيء البريك فوقها اضيف المينت الاضافيه عليها. 5 بريك معناه 5.5 دقائق. 5.5 دقائق ايش قد؟ راح يصير دقيقتين ونص. ويا عندي 2 صار عندي 5. كذلك 7 بريك معناه صار عندي 3 دقائق ونص، وعندي دقيقتين صار معناه 5 دقائق ونص. هذا الكلوتينج تايم. الكلوتينج اوف بلاد بهذه الحاله راح تكون عندي خطوتين، ينطيني الانترنسيك وينطيني الاكسترنسيك كلوتينج. الانجري اوف بلاد الكوميك ان كونتاكت وذ ذا جلاس، هذا يعتبره الانترنسيك باثوي لانه يحتوي على كولاجين والبقيه اللي موجوده داخل البلاد طلعت عندي، فهذا يعتبر انترنسيك. وايضا اذا صار عندي مو نتيجه الدامج اللي موجوده التشو، هذا نعتبرها الاكسترنسيك باثوي. فاذا صار عندي خلل هنا الطبيب ايش راح يسوي؟ راح يصير عندي اكو مشكله. اما بالاكسترنسيك او بالانترنسيك ما يعرف وين يرجع، وين يرجع؟ على القبل هن اللي قلنا اللي يحدد لك الاكسترنسيك والانترنسيك. اذا شاف ما بهن شيء يروح على البروثرومبين تايم ويشوف وين الخلل بالضبط. فقلنا احنا نحتاج ذني بالبدايه، اذا صار عندي مشكله احتاج البقيه على مود اشتغلها، فما يشتغلون مباشره الا اذا اكو خلل بهذا التيست. شو وقت يصير عندي انكريز بالكوجوليشن تايم؟ يصير عندي انكريز بالكوجوليشن تايم نتيجه ممكن راح يصير عندي الهيموفيلس، الفانول براند ديزيز، فايبرينوجينيميا، بس فايبرينوجينيميا، فيتامين كي ديفيشنسي دي يصير عندي، لانه الفيتامين كي هو الكو فاكتور فور سينثيسيس اوف البروثرومبين مثل ما قلنا، الفاكتور 2 والفاكتور 7 والفاكتور 9 وال10. فاذا صار عندي مشكله بالفيتامين كي راح يصير عندي مشكله بالكوغوليشن. ليفر ديزيز لانه هو المكان اللي ينصنع به الفاكتورات كلها، وين؟ بالليفر ديزيز، بالليفر. فاذا صار ليفر ديزيز معناه صار عندي مشكله بالبليدنج. انتي كوغولين ثيرابي، اذا انا انطيت شخص انتي كوغولين ثيرابي مثل عندك هيبارين وارفارين ممكن انه يزيد لك الكلوتينج تايم، فان انتبه له. ان نيو بورن سبيشلي بريماتشور بيبيز سام تايمز هاف تندنسي تو بليد،
لانه البلازما ليفل مات اوف 13 فاكتورز ار لو طبيعيا لانه بعد الليفر مات نوت ماتشور. اتمنى يكون المختبر ان شاء الله يكون سهل، واعتقد سهل يعني اذا حفظ الذني هنا خاصه تجربتين فشي سهل. هذا فقط للمعلومه لك على مود تفكر لي مستقبلا. قلنا انه why blood does not clot in circulation، هسه انت جسمك طبيعي قاعد ما عندك اي جرح ما عندك اي شيء، ليش ما صارت عندك كلوت؟ احنا بعضها ذكرناها واكو بعضها غير شيء، ممكن انه جابوني اياها داخل المختبر اذا الله سهل.